بسم الله، انت بتيجي سايق في الملف بتاعك بتلاقي حاجه غريبه حصلت، وان ظهر جنبيه ملفات اخرى بنفس الاسم تقريبا. تمام، يعني خلينا نقول فايل سيف از، ويخش على اي فولدر انت حاطط الشغل بتاعك، بتلاقي ظهر جنبيه ده الملف بشغل، ظهر جنبيه 0001. تمام، ده عباره عن ايه؟ ده مش بيلم اصحابه، ده عباره عن ملف باك اب. تمام، يعني هو انت شغال على الملف دوت، كل فترة بيعمل ملف باك اب، بحيث لو الملف ده لا قدر الله فسد، تلف، سحب على شوية ناس وبدأ يشرب مخدرات وبتاع، ترجع للملف دوت هتلاقي مثلا آخر شغل مثلا من 3 4 أيام، فبدل ما تعيد الشغل كله هتعيد بس الحبة شغل الفرق دول. تمام، خش بقى في الأوبشن وهتلاقي حاجة اسمها ماكسيمم، ده عبارة عن أقصى حاجة الباك اب، يعني أعمل لك كام نسخة باك اب. تمام، الافتراضي بتاعنا في الشغل بتاعنا 3، يعني الباك اب بتاعت النهارده وامبارح واول، انما لما تعمل لي باك اب مثلا من شهر مثلا هتستفاد منها ايه؟ فالافتراضي بتاعنا في الشغل بتاعنا بنخليها وتر، عصولنا كده 3، بتقول له كيف، هو يعمل لك 001 002 003، وكل ما بتتغير يروح مغير لك الارقام. بس هتبقى مفيده جدا لو لا قدر الله الملف بتاعك ضرب، فسد، اي حاجه اتقبض عليه، تلاقي ملف باك اب احتياطي.